نتابع الأصداء والأجواء من الدوحة مع موفد العربية ليث بزاري. ليث مرحبا بك. ميسي أمس يفك النحس في الأدوار الإقصائية عنه شخصيا وعن الأرجنتين ربما وتغلب هولندا، يعني كيف كانت أصداء هذين الفوزين لميسي ورفاقه ولهولندا أيضا على أجواء كأس العالم في قطر أولا؟ نعم خالد، يعني الأجواء دائما حميمية بعد انتهاء المباراة، يقوم المشجعون بالذهاب إلى هذه المنطقة، منطقة مشيرب أو سوق واقف، ولكن اليوم هو اليوم الثاني من تصفيات الربع النهائي. ستكون المنافسة أوروبية بامتياز على ملعب الثمامة هنا في قطر الساعة 8 ليلا بتوقيت الدوحة والرياض. تنطلق مباراة فرنسا وبولندا للتأهل إلى الربع النهائي في بطولة كأس العالم فيفا قطر. خلينا نسمع الأصداء عندك والأجواء والتوقعات لمباراة فرنسا وبولندا. نعم يلا خلينا نحكي بس كلمتين اذا سمحت لي عن ديشون. قال المدرب ان يعني الخصم البولندي هو صعب، وعلينا الانتباه والتاكد باننا جاهزون للفوز بهذه المباراه. عندنا هون كثير من الشباب الفرنسي الذي وصل يوم امس الى هنا. vous êtes arrivé de quel coin de France de Strasbourg. نعم هم جاءوا من منطقه ستراسبورغ شرق فرنسا. alors comment vous êtes préparé pour le match ce soir? On va aller à la fin de festival entre amis du coup. Chaud, accompagné de drapeaux et les encourager en criant. Voilà. نعم هو قال سيذهبون إلى منطقة فان زون فيفا الموجودة هنا وسيقومون طبعا بتشجيع بقدر الإمكان المنتخب الفرنسي، ولكن يوجد كذلك شباب هنا أتوا من فرنسا ولكن يسكنون أعتقد دبي. Alors vous êtes préparé? Oui, on est préparé pour gagner. Ouais. أوكي. نعم هو قال وبحماس كما شاهدنا أنهم مستعدون للفوز بهذه المباراة التي ستقام بين فرنسا وبولندا الساعة 8 مساء. alors vous êtes arrivé quand? On est arrivé ce matin et on repart après le match ce soir. Directement. Ouais donc vous allez pas rester ici même s'il gagne? Non, malheureusement. نعم هم وصلوا يوم أمس من دبي وسوف طبعا يوم صباح اليوم عفوا من دبي وسوف يقومون بمشاهدة المباراة وبعد ذلك سيعودون في ليل هذه الليلة إلى دبي مرة أخرى، ولكن يعني سيقومون بتشجيع الفريق حتى لو فاز سوف يعودون إلى دبي وسيتابعون المباراة من هناك. هذه الأجواء يعني كثير من الفرنسيين الذين قدموا إلى هذه إلى 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 قطر إلى الدوحة من مناطق مختلفة من فرنسا، ليس فقط من فرنسا بل أيضا من الدول المجاورة. الكثير من الفرنسيين كما تعلم خالد يعيشون في دول الخليج ويعملون هنا، وتكون يعني هي أسهل الطرق أن يصلوا. الكثير من المشجعين كذلك يأتون صباح كل يوم مباراة ويعودون إلى بلادهم أو مكان سكناهم على الأقل في مساء اليوم ذاته أو اليوم الذي يتبع إذا كان هناك نصر طبعا أو فوز في المباراة وتشجيع فريقهم المفضل. لكن هي مباراة قليلة التي جمعت ربما فرنسا وبولندا، هي مباراة واحدة جمعتهم في كأس العالم، كان الفوز من نصيب فرنسا مباراة تقريبا في الثمانينات. اليوم هل يعتقد الفرنسيون بأن المواجهة ستكون أصعب مما يتوقعون أم أن مبابي ورفاقه قادرون على تجاوز منافس صعب كبولندا؟ نعم يعني كما أكد مرة أخرى ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي خالد على أهمية مباراة بولندا اليوم، إذ قال يجب أن تكون في أفضل أو نكون في أفضل حالاتنا حتى لا تحدث المفاجآت مثل مباراتنا أمام تونس التي كان فيها لاعبو تونس متحمسون مع المساندة الجماهيرية أو التشجيع الكبير الذي شاهدناه في الملعب التي كانت مصدر حماسهم. وعن مباراة اليوم بين فرنسا وبولندا أكد ديشان مدير المنتخب أو رئيس مدرب المنتخب الفرنسي أن المنتخب البولندي خصم صعب ولاعبوه يمتلكون خبرة كبيرة يعني ويتميز بأسلوبه الدفاعي ويمتلك عناصر ممتازة في الخط الهجومي. وعلينا على لسان ديشان طبعا في المنتخب الفرنسي أن ندخل المباراة بتركيز كبير لافتا إلى أن المواجهة مهمة للغاية ولا مجال فيها للأخطاء، وأشار أن توقع فرنسية مبابي وليفاندوفسكي ستكون مثيرة للاهتمام. يعني الأجواء البولنديون لم نشاهد كثير من البولنديون بصراحة الذين وصلوا إلى الدوحة، ولكن شاهدنا البعض لا أنت ليت سريعا يعني ما عندي وقت بشكل قليل.
نعم، وسوف طبعا سيذهبون اكيد سوف نشاهد ونصد ذلك في الملعب، ملعب الثمامه هنا في الدوحه. طيب شكرا لك من الدوحه موفد العربيه ليث بزاري.